تحت عنوان مع نبني مستقبلا مستداما، عرضت الحكومة المصرية الجديدة أمام مجلس النواب برنامج عملها للسنوات الثلاث المقبلة، والذي يرتكز على أربعة محاور أساسية: برنامج الحكومة 2024-2025-2026-2027 يشمل مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطني ومختلف الاستراتيجيات الوطنية والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. ويأتي ملف الإصلاح الاقتصادي كأحد المحاور الرئيسية لبرنامج الحكومة الجديدة، حيث يستهدف بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات ومواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية التي انعكست على الواقع المعيشي للمواطنين، حيث ستتولى الحكومة مهمة إطلاق مرحلة جديدة من الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية تركز بشكل أساسي على قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى قطاعي السياحة واللوجستيات، بما ينعكس بالإيجاب على وضع الاقتصاد المصري بشكل عام. كما تضع الحكومة الجديدة رضا المواطنين في مقدمة أولوياتها، ليصبح المحرك الأساسي لها هو تغيير الأداء العام للمنظومة الحكومية، بما ينعكس على جودة الخدمات التي تقدم للمواطنين على مختلف المستويات، حيث ستهتم الحكومة بعدد من الملفات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطنين، وعلى رأسها الحد من ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق واستدامة دعم السلع الأساسية وتوصيل الدعم إلى مستحقيه، فضلا عن زيادته، وهو ما يعد تحديا صعبا في ظل التحديات العالمية الحالية. أهلا بحضراتكم مرة أخرى. هذا هو القسم الثاني من هذه الحلقة، والحقيقة أنه المجلس اللي وافق على الحكومة وطرحها والبرنامج وبرنامج العمل ورئيس الوزراء اتكلم، وكنا لسه بنقول هذا الكلام، بنقول كمان أنه المسألة مش صورة وردي وخلاص، مش انه الدنيا هتبقى حلوة في تحديات، في معوقات، وفي برنامج عمل، وفي تعقيدات، وفي محاولات لمجابهة هذه التعقيدات. عشان كده عايزين حكومة كفوءة، وعايزين مجلس نواب قوي يستطيع ان يدعم ويراقب ويصل الى فكرة الحساب. لكن الجانب الاستثماري والمالي والمادي يعني مهم قوي نتكلم عنه، خصصنا له هذا الجزء الذي ارحب فيه بضيفي دكتور فريد فوزي، استاذ الاقتصاد والاستثمار. اهلا بحضرتك. منور يا فندم. عندنا تحديات واحنا عايشين فيها، يعني احنا مش محتاجين نشرحها، احنا يعني عايشينها. لكن ايه اللي ممكن تعمله بقى الحكومة؟ لانه كلنا نعلم انه برضه الحكومه مفيش عصا سحريه ان بكره هتحل لنا مشاكلنا، لكن ممكن بكره تبتدي تحل لنا مشاكلنا. احنا فين وعايزين نروح فين؟ احنا لازم يبقى عندنا تصور زي ما حضرتك قلت كده واشرت، عندنا تحديات. التحديات نتجت عن تراكمات مرتبطه بحاجات احنا مرتبطين بقرارات احنا اتخذناها، وجزء مرتبط اكتر ب العالم بيدور حوالينا من العالم. لما حصل موضوع كوفيد ده جزء من التحديات اللي حصلنا سنتين، انت بتصرف ما كانش عندك دخل على مستوى العالم كله. بعد كده طلعت من الكوفيد لحرب بتاعت اوكرانيا وروسيا، بعد كده طلعت من دي ولسه ما طلعتش، رحت داخل في الحرب الثانيه بتاعت اسرائيل وغزه. فده كله ده تحديات بالنسبه لك انت، هنا عندك تحديات مرتبطه بحاجات انت مش طرف فيها، نتجت عنها عجز قوي في العملة الصعبة وميزان المدفوعات عندك والتصدير وحاجات كتير قوي، فنتج عنها مشاكل هيكلية في الاقتصاد عندنا كتير، ونتج عنها زي ما حضرتك اشرت بقى نتيجة ده عندنا تضخم عالي، عندنا حاجات ده مرتبط جزء منه مرتبط بالعالم وجزء منه يخصنا، يعني مش ال 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 المرض مش بتاع العالم واحنا خدناه كله، احنا جزء يخصنا وجزء جاي من الظروف المحيطه بيه.
احنا بنواجه تحديات جامده، بنواجه تحديات جامده بتحد من قدرتنا على النمو الاقتصادي، بتحد من قدرتنا على النمو الاقتصادي. اخرها مثلا ان قناه السويس اتاثرت جامد بنتيجه الحرب الموجوده دلوقتي، فدخلها تاثر جامد، وده جزء من الدخل الرئيسي بتاعنا للعمله الصعبه. فانت عندك عندك خدمه الدين بتاثر عليك جامد، لان بتدفع فوائد عاليه جدا في خدمه الدين. عندك ارتفاع اسعار البترول نتيجه الحروب بتاثر، لان انت بقيت مستورد للغاز والحاجات دي معوقات وتاثير سلبي عليك. محتاجين بقى نحط بقى خطه علاج عشان نكون قادرين نستوعب كل ده ونبتدي نعمل نمو اقتصادي. الحكومه حطت كم هدف عشان تنقل من الحاجات اللي حضرتك اشرناها دي. اول حاجه قالت انا مش هتوسع في خدمه الدين تاني، يعني مش هقترب تاني بالعمله الصعبه في حاجات عشان اعمل بنيه تحتيه. هوقف المرحله دي لمده سنتين على الاقل عشان اخلص المشاريع المفتوحه، ومش هفتح مشاريع جديده تاني استهلك فيها عمله صعبه. ده واحده من الحاجات اللي حطيتها التزام عليها فتحد من استخدام العمله. في نفس الوقت ابتدت وقالت انا هدي فرصه قويه للقطاع الخاص عشان ياخد قاطره النمو الفتره الجايه. انا عملت بنيه تحتيه قويه وعملت حاجات مهمه، انا عاوزه يستفيد من الحاجه ديت، دي جزء منها. الجزء الثاني عملت عاوزه تعمل خطه او عملت خطه عشان تحول جزء نمو كتير في التصدير، بدل ما كنا بنصدر باكس عاوزين نصدر باكس او 2x او 3x. كل ده خطط هي حطاها في البرنامج بتاعها. هتسالني ما هو الخطط سهله ان انا احطها. ما احنا يعني انا بقى كشعب عاوز احس بالحاجه، يعني عاوز احس بالمردود بتاع الخطه. يعني انا مش في الاخر مش هتقول لي خطه والسنه الجايه خطه وبتاع. المردود انا احنا بقى يعني احنا كشعب طالبين من الحكومه اول حاجه ان هي تاخد خطوات ايجابيه نحو الاستثمار المحلي عشان نقدر نطلع منه على الاستثمار العالمي. لان فكره انا كمستثمر لو انا مش مستثمر محلي بستثمر في بلدي بقوه، محدش هيجي لك من بره، محدش هيجي لك. كلام انا كمان كمستثمر محلي هقدر اكلم مستثمر اجنبي يشاركني في الموضوع، بس انا ده جزء مهم قوي. فالقطاع الخاص ليه دور كبير قوي، ابتدت الحكومه تركز معاه، بس هي الفكره مش القوانين، الفكره اكبر من قصه القوانين، التطبيق على ارض الواقع. لان انا القانون ممكن يكون فيه مميزات كتيره، بس التطبيق على ارض الواقع محتاج يتغير، ان هي المميزات بتاعه القوانين دي تتطبق على ارض الواقع. اذا كانت الحكومه ليها رؤيه على مستوى الحكومه والوزراء، احنا محتاجين توصل لمستوى الموظف اللي بيدي الترخيص، الموظف اللي بيدي الموافقه، ان تتنقل له الفكره انه يبتدي يحط ان الحاجه دي ارض واقع فيدي الموافقات. ده جزء بالنسبه للحكومه بالنسبه للاستثمار. الاستثمار المحلي ده مهم، التصنيع مهم جدا عشان ابتدي اتحرك في هذا الخطط. العمله هتتوفر حاجتين، ان انا عندي مصادر العملات في مصر، عندي قناه السويس واحده من الحاجات، السياحه واحده من الحاجات، والتصدير موجود. والتصدير ده ممكن تحت مسمى التصدير الصناعي والزراعي والتعديني، بغض النظر هو ايه، هو تصدير. في حاجات انت بتتحكم فيها وحاجات ما تتحكمش فيها. قناة السويس مش انت المتحكم الرئيسي، لان ده مرتبط بالحواليك. السياحة انت مش متحكم رئيسي، لو حصل يعني اي قلائل في العالم او حواليك فالسياحة بتتأثر، فانت صحيح. مش متحكم قوي فيها، ولكن تقدر تعمل دور كويس قوي ليوم ما يكون في استقرار، انت تقدر تعمل نمو سريع قوي زينا زي الدول. يعني احنا لا نقل عن الدول الاوروبية اللي بتعمل ارقام كبيرة جدا في السياحة ما عندهاش الاثار اللي عندنا. انت محتاج تعمل وعي سياحي وعندك نمو في الفنادق، ولازم يبقى عندك بدل الفندق 10، ده قصه ثانيه اعتقد الحكومه هتشتغل عليها الفتره الجايه. الجزء الثاني التصنيع، ان انت تبتدي تصنع في مصر مش بس عشان التصدير، لان انت لو انا صنعت فانا هوفر عمله في اللي انا هستورده، فانت محتاج تبقى عندك رؤيه استخدام المواد الخام وفي الحاجه دي. فاحنا الرؤيه موجوده، بس احنا عاوزين التطبيق الفعلي لهذه الرؤية اللي احنا بنحلم بيها كلنا. طب انا عايز اقتطع يعني جزء كده من كل هذا السياق، وده انا شخصيا بقى، انا عندي قناعة بي. الصناعة هي اللي بتصنع الدول، يعني اقتصاد الدول. قبل المقومات اللي عندك، قبل السياحة، قبل لو عندك صناعة تبقى دولة قوية.
لانه ده بقى ده اللي ما فيهوش ده المتحكم فيه 100%. حال الصناعه يبدو انه توقف لسنوات. الدوله بدات الفتره اللي فاتت في تشجيع قياده سياسيه، رئيس حاول ان يحث الصناعات وان يدعم وانه يفتتح بعض مشروعات هنا وهناك وتكرار ده، لكن انا اعتقد ان الصناعه لسه عندنا فيها فجوه. انا عايز حضرتك تقول لي على الفجوه دي وتقول لي نروح فيها. انا هقول لك حاجه، اول حاجه حضرتك اشرت ان الصناعه دي حاجه مهمه. حاجه مهمه الأهم نفسي. أنا بشوفها الأهم زي ما التعليم والصحة كده للإنسان، لكن الصناعة للدولة. الصناعة هي جزء من الحاجات الأهم بالنسبة لنا. بس خليني أقول لك حاجة تاني. اتفضل. أنا هكلمك صناعة بس السياحة واحدة من الحاجات المهمة قوي اللي بتجيب مليارات في دول تاني قد اللي إحنا بنجيبه أربع خمس مرات. لا أقلل، أنا أتحدث عن الأهم لا أقلل. بس الصناعة ليها وضع مختلف لأن فيها حجم عمالة، فيها حجم تصدير عالي، فيها ثبات مش مرتبط بالاحداث العالميه. صحيح. فانت عندك ثبات، بالعكس لما يكون عندك صناعه يبقى عندك ميزات حتى في وقت القراء والمشاكل الاقتصاديه والجيوسياسيه والحروب، فانت عندك ميزه. ايه مشكله الصناعه في مصر؟ اول حاجه زي ما قلت ان ممكن تكون زي ما حضرتك اشرت سياده الرئيس او بيشجع الصناعه، بس هو الرئيس مش كفايه انه يشجع الصناعه، لان انا في الاخر هو الرئيس ده شخص انا عاوز انقل المفهوم ده مش بس للوزير، للموظف الموجود اللي بيدي الترخيص. فالفكره مش القياده العليا والسياسيه اللي هي اللي عندها الرؤيه، انت كمان محتاجين ننقل الرؤيه دي للموظف. ده جزء من الحل، ان لو في قوانين فيها معوقات تتغير، لو في حاجات اليات للتطبيق اسهل تبقى موجوده بسهوله وواضحه لكل المستثمرين بوضوح. انا هعمل 1 2 3 بوضوح، لو انت طالب مني ال10 ورقات دول هعملهم، اخد الحاجه. فكره ان انا الحاجه تبقاش واضحه ده بيخلي المستثمر مش فاهم هو المفروض يعمل ايه وياخد الخطوه دي تقلل بعد كده ناقص خطوه. الحاجه الثانيه المنافسه الحره، انت محتاج تكون عندي منافسه حره وفي قوانين تحمي المنافسه الحره. لو انت حسستني ان انا مش في منافسه حره فانا هبقى قلقان كقطاع خاص اخش انافس. لو الدوله موجوده بتنافس انا هبقى قلقان، خلينا نتفق انا هبقى قلقان لان قصادي دوله بتنافس على نفس الحاجه بتاعتي، فانا هبقى قلقان. فانت محتاج عندك منافسه حره وكله متوازي، محتاج القوانين تبقى سهله وواضحه في التطبيق، محتاج التطبيق يكون واضح وسهل لكل المستثمرين، كله على نفس الخط، كله عنده نفس المميزات وكله عنده نفس المسؤوليات، ما فيش اي اختلاف في اي حد. الصناعه محتاجه استقرار، محتاجه قوانين واضحه، محتاجه تطبيق سهل وواضح عشان اشجع الصناعه، ومحتاجه مميزات، يعني دول كتير عشان تاخد خطوات الصناعه عطت مميزات كتير للمستثمرين. مش شرط مميزات ضريبيه، مش هو ده بس الهدف، يعني تملي الناس بتتكلم عن الحاجات الضريبيه، لا، في مميزات ان انا اضمن لك طاقه بسعر معين، اضمن لك ارض اقول لك مثلا مش تحتاج تشتريها محتاج تاجرها لمده مثلا 50 سنه، يعني كل مستثمر على حسب الصناعه بتاعته هو محتاج مميزات معينه. فانت لو بتركز على صناعه معينه بس عاوز تكون صناعه السيارات مثلا ليك مركز قوي في افريقيا في صناعه السيارات، فمحتاج تدرس انت محتاج تكون ايه، زي ما المغرب كانت عملت خطه عشان تكون ليها مركز صناعه سيارات. احنا مصر مش قليله، مصر قوه ضاربه في عدد البشر، عندنا 100 وشويه مليون. اقتصاديا احنا دوله قويه مستهلكين، فاي اي مستثمر عالمي او مصري يحب يستثمر في مصر. مصر من معدلات الربح بتاعتها مش هي مش الربح كبير بالظبط ومضمون. فانت انا احب لو معايا فلوس احب استثمر في مصر، بس عاوز شويه حاجات عشان استثمر. فانت المستثمر بيتلكك انه يجي، انت بقى عاوزك تساعده يعني. صحيح. يعني ساعده اللي هو يبقى موجود. التوجه بتاع الحكومه دلوقتي التوجه السياسي موجود، بس انا بقول لك مش كفايه التوجه السياسي، مش كفايه ان انا اعمل مؤتمر، مش كفايه ان انا اقول دي رؤيتي، احنا محتاجين نشوف الرؤيه دي على ارض الواقع. دلوقتي الوزراء ابتدوا يروحوا الاماكن ويزوروا ويبتدوا يهتموا بالتطبيق، دي حاجه مهمه قوي. اللي انت تشوف اماكن العمل اللي بتنفذ الحاجه دي وانت تتابعها وتتاكد منها، ده جزء من تنفيذ. طيب المطلوب. اذا كنت حضرتك تابعت مناقشات البرلمان مع البرلمان النهارده والبيان، أين هذا الملف وهذا القطاع في الخطط المستقبلية في نظرك؟ لا هو واخد أولوية، يعني واخد أولوية بمناقشات اللي تمت النهاردة. الصناعة كانت واخدة أولوية،
الحكومة عاملة برنامج للصناعة طموح، أنا شايف إنه برنامج طموح. المناقشات النهاردة كانت بتركز جزء كبير، خلينا نتفق إن التعليم والصحة و هي بتصب في الآخر في المواطن، فالمواطن يطلع هذه الصناعة. النمو الاقتصادي مرتبط بالصناعة. صحيح. فالصناعة جزء من الحاجات الأساسية. أنا بتكلم على الصيغة التفعيلية وليس الحديث عن الأولويات فقط. لا يعني لو حضرتك تابعت البرنامج العمل، هل في أمور يمكن أن تؤدي فعلا إلى تقدم الصناعة في هذا البلد خلال السنوات الثلاث المقبلة؟ الخطة تاني، الخطة الموضوعة خطة طموحة. بس هي تاني الخطة مش كفاية، التطبيق بتاع الخطة هو المهم. بس المهم الحقيقة سلامة التطبيق. الخطة مظبوطة مهمة. الخطة موجودة والخطة رائعة، بس هي الفكرة أنا أطبقها إزاي؟ آلية التطبيق دي مهمة. الرؤية السياسية للحاجة موجودة، بس التطبيق هو إحنا بنواجه في فكرة التطبيق اللي على أرض الواقع. التطبيق على أرض الواقع محتاج خريطة طريق بسيطة وسهلة للمستثمر يقدر خلالها. أنا مش محتاج تاني أروح للقيادة العليا عشان أفتح المصنع بتاعي، مش محتاج أعمل كده، ومش كل واحد يقدر يعمل كده. صحيح. فأنت محتاج تكون عندي أنا كمستثمر صغير ومستثمر متوسط ومستثمر كبير قادرين نوصل بالتساوي بسهولة لأنا أفتح مصنعي، لأنا أستورد خاماتي، لأنا أخد تراخيصي، اللي أخد نفس المميزات الدولة عايزة تاخدها. ما يبقاش عندي اختلافات، واحد قادر يوصل واحد مش عارف يوصل. صحيح. الاختلافات دي بتعمل نقط اختناق، فهتلاقي عدم توازن من السوق ما بقاش حر، فتبتدي الصناعة تحصل لها اختناقات. الصناعة قاطرة التنمية، يعني لا بديل، لا بديل. الزراعة والصناعة هم لا بديل وكلهم مرتبطين. عايز اقول لك ما تقدرش تعمل حاجة من غير التانية، يعني ما تقدرش تقول انا عندي صناعة قوية جدا وبس مش ناجح في حاجة تانية. هتلاقي النجاح بينتشر لان انت عندك صناعة، عندك صناعة قوية. انا شايف ان هي العصب. لا انا بقول يعني عندك صناعة قوية هتلاقي صناعة عندك بنى فنادق قوي، عندك زراعة قوية لان جزء من الصناعة هيخدم على الزراعة من التكنولوجيا والبتاع، فانت هتلاقي كله شبه متكامل. القاطرة بتاعت الصناعة تقدر تقود الباقي في الأنشطة الاقتصادية. الصناعات الصغيرة والمتوسطة لها مكان في هذه الخطة، لانه في دول قامت بشكل كبير عليها، ما اغفلتش الصناعات الكبيرة لكن اهتمت بالصناعات الصغيرة. الخطة بتاعت الصناعات الصغيرة موجودة مفعلة، مش بنفس القدر بتاع الخطة. لأن زي ما حضرتك قلت الصناعات الصغيرة دي عصب مهم، لأن هو ده العصب الصغير اللي قادر يلم حواليه طاقة بشرية في الأقاليم، ومش بس الصناعات الكبيرة. لأن هي ده، خلينا نقول خد أمثلة لحضرتك في الصين. الصين عندها المصانع الكبيرة، بس اللي بيخدم على المصانع الكبيرة دي هي الصناعات المتوسطة والصغيرة، هي بتخدم على هذه الصناعة. جزء من التصدير مرتبط بالصناعات اللي هي صناعات التغذية، اللي هي الصناعات الصغيرة. إحنا في مصر ما قدرناش نعمل الخطوات دي بقوه زي ما احنا بنحلم بيها. احنا لسه عندنا مشاكل في الصناعات الصغيره والمتوسطه، ما عندناش المراكز المتخصصه اللي تشجع الصناعات الصغيره، اللي تديهم افكار للتطبيق، لتتبعهم، لتديهم دعم في التسويق، دعم في المعرفه، دعم في الابتكار. هو عنده مشاكل ايه يناقشها؟ احنا محتاجين الموضوع بتاع الصناعات الصغيره والمتوسطه نديله اولويه، لان ده الجزء اللي هيشغل الشباب وهيشجعهم، وفي نفس الوقت يحد من البطاله عندي، وفي نفس الوقت يعمل نمو اقتصادي سهل وبسيط من غير ما يكون عندي اعباء تمويليه عليه. طيب انا فاضل عندي دقيقه واحده في البرنامج، والحقيقه انا يعني في سؤال عايز اوجهه شخصيا لحضرتك. هل انت بعد المتابعه اليوم متفائل وليه؟ ما عنديش بديل تاني الا اتفائل. ما عنديش بديل تاني، لازم اتفائل. بتفائل بمستقبل بلدي لان احنا كلنا موجودين فيها ودي مسؤوليتنا كلنا. فلازم اتفائل. التفاؤل بيديني ايجابيه ان انا احلم وفي نفس الوقت اقدر اساعد. لو انا ما تفائلتش مش هقدر اساعد، هبقى عبء على الدوله مش مساعد ليها. صحيح. فلازم اتفائل عشان لحضرتك لما تستضيفني برنامج ابقى عندي تفاؤل اقدر انقله للناس بالتفاؤل. في مكان عملي في الجامعه او في اي حاجه تانية اقدر اساعد فيها بتفاؤل، في العمل الاجتماعي اقدر اساعد فيها. احنا مسؤولين عن البلد، احنا مش شرط يكون في مكان
متخذين قرار، بس احنا جزء من البلد مهم ومن الشعب اللي احنا لازم ننقل التفاؤل للناس ونديهم امل ان بكره يكون افضل، ومسؤولين ان احنا نساعد كمان بافكارنا مش شرط الافكار وانا اكون في منصب، بس احنا كلنا مسؤولين حتى في العمل الاجتماعي احنا مسؤولين. اضم صوتي الى صوتك وتفاؤلي واحساسي الى تفاؤلك واحساسك يا دكتور، واقول لك شرفتني ويا رب كل الناس ان شاء الله ينتقل لها الكلام ده. يعني شكرا فندم، يعني ان شاء الله بنستبشر الخير زي ما قلنا ان شاء الله، والخطه ان شاء الله يكون بكره افضل تتحقق باذن الله، اكيد نثق من ذلك ان شاء الله. دكتور فريد فوزي استاذ الاقتصاد والاستثمار، كل التحيه وشكرا جزيلا على حضورك القناه واشكرك يعني شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدي الكرام شكرا لحضراتكم، ودائما لا ننقطع عنكم، فنشرة مفصلة على رأس الساعة المقبلة بأمر الله في أمانه.